غادي نقول واحد الكلمة ديال الحق في المقابلة اللي جمعت الفريق الوطني المغربي اللي شرفنا وشرف الكرة المغربية والكرة العربية والكرة الإفريقية، وداك التحكيم الظالم اللي كان قد ديك المقابلة وضيعنا. نورمالمون كنا غادي نكونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم مزيانين ونقدوا ان شاء الله نطلعوا للفينال، ولكن للاسف كان حكم ظالم وكل شيء كان باين وكل شيء كان واري، والحمد لله الحمد لله هو ربي اللي غادي يخلصوا، ولا اللي متواطئ معاه ولا اللي كان عنده يد في ديك المؤامره الدنيئه اللي خداوها ضد المنتخب الوطني وخلاوه انه يتقصى وما يوصلش للنهايه، وهو راه يستاهل النهايه. والحمد لله ان احنا الكاس ما وصلنا لهاش، ولكن خدينا قلوب العالم باسره، كانت توحيد الكلمه ديال المسلمين، توحيد الكلمه ديال الاسلام، وهذا يكفينا وهذا كيشرفنا. وبرافو للكوتش وليد الركراكي وللاعبين بدون استثناء والطاقم، والله يزيدهم والله يجعل السيدي ربي يوفقهم ويوفق اي واحد كيجري في الخير. نتمنوا ان شاء الله يبقاو اسود والله يجعل السيدي ربي يوفقهم وناخذوا لا تروازيام بلاس، لان نستاهلوها واخا انهم دمروا اللعيبيه بداك التحكيم الظالم، ولكن ان شاء الله الكوتش غادي يكون في المستوى واللعيبيه غادي يكونوا في المستوى ان شاء الله الرحمن الرحيم، ومربوحه ان شاء الله الرحمن الرحيم، مربوحه باذن الله باذن الله. واخا خسرنا وصلنا للنصف النهائي وديما مغرب، واخا وصلنا لمربع الذهبي اللي خطا لينا السيف الكباكي وديما مغرب. يلا سي ايوب. ورغم المعاناة الذي عاشها المغرب من الناحية التحكيمية نبقى دائما أسود وديما مغرب. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.